بجناح لافت وحضور مميز وخدمات متعددة، حضرت شركة الاتحاد للبلاستيك ضمن معرض سيريا بلاست وكانت الراعي الرئيسي. أنا وياكم رح نعرف تفاصيل أكثر من داخل الجناح. المميز أنه هالمرة موجود في راعي إعلامي مثلكم محترف ومتمكن من عمله. النقطة الثانية نحن الحمد لله نحن هي رابع دورة مشارك فيها ودائما نحن الراعيين الرئيسيين للمعرض. بيميز هاي الدورة وجود مشاركة دولية أكثر من كل مرة وهذا دليل تعافي، يعني نحن نتمنى أنه المعرض القادم كمان يكون أكثر وأكبر وأكبر، يعني يكون في عنا مشاركات من كل الدول العربية وهذا أملنا بالله. ونحن مشاركتنا يعني لنجذب هالناس هاي ولنثبت أنه نحن موجودين ونحن مثل ما هن كبار كمان نحن كبار. شو رأيك اليوم باليوم الأول بانطلاق سيريا بلاست؟ اليوم كتير مميز وكتير رائع وكان الاستقبال والتنظيم كان رائع هالمرة، يعني كان في تنظيم كتير على مستوى عالي جدا. برأيك معرض مثل هيك اليوم عم يفتح أفق بعيدة المدى خلينا نقول؟ أكيد رح يضوي أول شيء على صناعات محلية، ثاني شيء رح يساهم باستقطاب رجال أعمال ومستثمرين للبلد حتى يجوا ويعرفوا أنه في شغل بالبلد، مو أنه والله البلد واقفة. النقطة الثالثة كمان نحن رح نشوف الناس شو في عندهم منا، رح ننطلق كمان رح ندور على تطوير صناعتنا ونشتغل مثل منهم.